جميل. لب عينك ابو حاتم، لب عينك ابو حاتم. ابدا قبل ابو محمد، اتحمنا يا حبيبي. وش تبي؟ قصيده، شيلها، سالفها؟ قال يا محلى ابو حاتم ويا محلى رصيده. يا سلام. ما بين قصه وشيله وقصيده. لا والله اللي عطانا من حصيده، لا والله اللي حظ لي رصيده. اي شيء اختر يا ابو. والله انا يعني تستهويني القصه اكثر من جميل. الشعر. صحيح. وهذه قصه يعني حصلت قبل الملك عبد العزيز الله يرحمه ويطيب ثراه، يعني في العهد اللي ناهب ومنهوب والقوي ياكل الضعيف ولا فيه امن ولا امان. الله المستعان. هذا يعني بمسمى العامه ورع او صغير، شاب صغير في السن، صغير شاب، يلا طفل على اللهجة الفصحى. كان عمره 4-5 سنين وصيب والديه بمرض الجدري. طبعا مرض الجدري في السابق ليس العلاج، خلاف اليوم الله المستعان، يعني الآن متوفر في خلال أيام وجيزة إلا هو طايب من الشخص، ولكن في السابق لم يكن، لم يعني يوجد له علاج الا القليل. الا ملقح وهو صغير ضد كثير من الامراض. يا رب لك الحمد. فقال ابوه عمه اللي اصغر منه، قال خذ الولد عندك وخذ الحلال حوالي 20 راس، خلهم عندك. ان طبت انا وامه خذينا الولد وخذينا الحلال، ما طبنا توفانا الله ابد، خل الولد عندك وحلاله احفظه لين يكبر. أراد الله سبحانه وتعالى بعد تقريبا شهر أو أكثر شوية أن يتوفاهم الله. فدفنهم أخوه، الولد صار عنده وحلاله تقريبا حول 20 راس. يوم بلغ الولد عمره 17، قال طبعا عنده ولد وبنت انتيا عمه، الولد في سن شو اسمه الولد هذا. فيوم بلغ عمره 17 قال وش رايك ازوجك البنت، بنتي بنت عمك، وش رايك ازوجك؟ قال والله ما عندي مانع يا عمي، بس ما عندي يعني فلوس. قال لا، ابوك مخلي لك عندي حول 20 راس، والان بلغت 60، خذ منها يا ابوك وبع اللي شو اسمه، رتب امورك فيها. نعم نعم، يعني مهر بنت عمك واشتري لك بيت. قبل كانوا البيت الصغير يسمونه خدر، اللي هو اصغر البيوت. والله الولد ما شاء الله عليه شقردي، باع شيء من الغنم وعطى بنت عمها المهر اللي متفق عليه، وشرى له بيت شعر واثثه، شيء بسيط. المهم تزوج الرجال، صار ولد عمه يعني نكدي شوية، يعني بعض أبناء العمومة نسأل الله العفو والعافية، فصار يعني يتكلم عليه وربما يعني تجاوز عليه بالكلام، إلا أنه صابر ولا علم عمه، ساكت الرجال وصابر. يوم زل سنة ويجي عليهم أولاد والله ويسمونه لافي، ويوم أخذ 3 شهور وليلة من الليالي أمه تصلي أحد الصلوات المغرب والعشاء، كان الطفل قرب من النار دون يعني انتباه من أمه، فوقع على جنبها الأيسر، على كتفه الأيسر على الجمر، فأثرت فيه وممكاه قطعة أمه الصلاة وخذته. خلال أسبوع عالجته وطاب الطفل. فقال يا عمي أنا ودي أرحل أنا وزوجتي، نبي ندورنا مكان آخر ونبي ندور المعيشة. ترزق الله. الله الله يا ولدي. قال مرة ما علمه بأن ولده هو اللي أسبب في رحيله، ساكت ولا قال شيء. قال طيب بع لي حلالي المتبقي وشر لي ذلولين وشر لي بندق والبيت وما تحته لعمتي هدية. شرى عمه ذلولين وحسب طلبه وبندق، تخبر
بما يسمونها في السابق الحنشل، وهم قطاع طرق. الوكاد يوم من الأيام مشى وزوجته، يوم تقريبا مشى حول 30 كيلو، بما قبل صلاة الظهر اللي والله ذاك الحنشل ثلاثة. أم الطفل شو اسمه ناقشت النقش على خرقة واسم ابن أبوها وحاطته في 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 مهد الطفل. يوم ما الطفل شافت الحنشة المقبلين الثلاثة قامت وحطت الطفل في الخرج خرج الذلول وخلت، قالت أخاف يجي طلق تنطايشة وتصيب الطفل. فناداها زوجها قال انزلي من الذلول، لا يرمون سنتي، انزلي من الذلول. فنزلت والذلول طقت، راحت بالطفل راحت بالطفل، شدت حيلة تركض في باللي أعطاه يلا من قوة. هو يوم شاف الرجال قربوا وهو يحطها في فخذ واحد منهم على ذلوله، فيوم صاح وطاح قالوا هذا ذبح خوينا ما فيه إلا نذبحه، ويرميه واحد منهم ويصيبه في الرأس ويذبحه، ويجون ويأخذون ذلوله ويأخذون بندقه، ولا فكروا في الرجال ولا قالوا ندفنه. راحوا زوجته بقيت عليه تبكي لين بين الصلاتين. جوها ناس ركب ومروا أهلي والله يشوفون الحرمة والرجل طايح عندها وش السالفة، قالت كيت كيت. قاموا دفنوا الرجال وخذوا الحرمة، قالوا وين أهلس، ودوها لأهلها وراحوا في حاسبينهم. الذلول جوها ناس شادين، ويوم شافوا الذلول قدامهم ترعى وحاولوا في مسكها وبركوها، إلا والله الطفل على آخر نفس جوع ظمى اللي مرمعهم امرتنا ولاده توها والد إيه؟ وترضع الطفل وينقذه سبحان الله، ينقذها الله سبحانه وتعالى وياخذونه. راحوا عند ديرة الطفل هذا يمكن قرابة 500 كيلو، عاش الطفل فيما بينهم وسموه غانم. وبعد ما بلغ 18 قال أبوه يا ولدي بزوجك، قال ما عندي مانع. وين؟ قال عند الفلان. راح خطب عندهم ولي منه بالخير، داريو عيال عم البنت هم يجونه، كان يرعى في حلال أبوه ويجونه، قال ليه على كيفك؟ قال ليه؟ قال أصلا أنت لقطة، ما أنت منا، أنت سالفت كذا وكذا ولاقينك في خرج في ظهر ذلول ومن هالكلام ذا. جاه لأمه وأبوه قال والله لا أذبح نفسي إذا ما علمتوني يا ولد، والله لا أذبح نفسي. قالوا نعم صحيح القصة كيت وكيت وكيت. طلعت هي أمه، طلعت عاد الوسم النقش اللي في قالت أجل هذا وسم أهلك، ما أدري من أي قبيلة، هذا وسم أهلك احتفظ فيه. صار الرجال راح اليوم الأول رعي قنص وطول، وبعد 3 أيام جاء، ثم راح وبعد 4 أو 5 أيام جاء، وراح الثالثة وقف على وجهه. يوم جاء وهو في طريقه بعد 3 أيام أو 4 أيام، قال له والله ذاك الشايب وعنده بنته وابنهم، جلس عندهم قال يا أبوي أنا أدور لي شغل وأبغى لي شغل عندي. قال أبرك الحزات، أنا والله يا أبوك تعبان، شفني طريح فراش ولا أقدر أتحرك، والحلال عندك ولك بكرة كل سنة مقابل أنك ترعى إبلي، لك بكرة وأكلك وشربك أبد علينا. يا سلام. فاتفقوا وياه على الكلام ذا. يوم زل شهر مع الشايب ذا، قال الشايب أنا والله مثل ما تشوف على فراش الموت وطريح، وأخشى أني أموت في الأيام القريبة هذه، وش رايك أزوجك البنت؟ قال أبد مرة لي تشوف. قال أبد، قابل البنت، زوجها البنت. وهو على فراش الموت أبو عبد المحسن، نعم، قال والله إني الحمد لله أموري طيبة، إلا شيء واحد فعلته في حياتي هو اللي منكدم في حياتي. سبحان الله العظيم، هو اللي منكدم في حياتي. أيوة.
قال وشو يا عمي؟ قال يا أخي قبل 18 سنة كنا حنشل ثلاثة ولقينا رجال ومرتها كلن على ذلوله ورمينا الرجال وذبحناه وخذنا ذلوله وخذنا بنته وش اسمه ناقته والذلولة الثانية هربت ما قدرنا نلحقها لأن خوينا مكسور تنفخذه فرحنا نجبر خوينا وانشغلنا عن الذلول والحين والله أني تعب إلا هو سالفته مات الشايب يعني يومين ثلاثة ومات قال ماني بذابحة دامنا على فراش المرض قال الله يتولى فيوم مات راح وزوجته وراحوا يتبعون الجهة اللي مذكور لهم أنها له فيها فدور دور بالوسم لين وصل فعلا يعني قالوا هذه وسم فلان اللي هو طلع جده يوم جاء له خاله بس أنا ما أعرف خاله اللي هو كان يناقر أبوه قال أنا أدور شغل ومن هالكلام هذا سأل عن الشايب قال والله جد توفى راع البل وهذا ولده محله المهم قام يشتغل عنده شوية يوم خذ أسبوع ويلاحظ ذيك المرة اللي بعد المغرب تطلع قدام بيتها والله يكرمكم تستع على رأسها من التراب وتبكي اي والله المهم سأل راعي البيت وقال هذه وشي قال هذه قصة وكذا وكذا لو والله انه أمه أم طابقت عليك هو يروح لها السلام عليكم وعليكم السلام وشلونك يا خالك في الحال أساس طيبة سألها عن أسباب هذا ما علمته حاول المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة الليلة الثالثة قالت وش عليك يا ولدي وش بتسوي لي أنت قال ممكن يا أفك كربتش هذه اللي أنت عايشتين فيها قالت والله قصدي كذا وكذا وكذا يعني رايها معها إيه إيه زين قال في علامة قالت في علامة حرق في كتفها اليسار الولد فيه علامة حرق في كتفها اليسار قال مثل هذه والله قالت أنت لافي قال لا أنا غانم قالت لا لافي ما عاد فرجعت الأمور إلى ما هي عليه سبحانه العظيم وعاشوا عيشة هنية يا ربي لك الحمد إن شاء الله إيه والله حنا في نعمة يا بابا إيه والله الحمد لله أمن وأمان إيه والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا الآن عندك الثلاجة والمستودع كلش مليان وفي أمن وأمان الآن كل منا تاركنا هله في البيت الله المستعان وحريم وآمن الحمد لله ما يخاف عليه منا والله منور على وقت اللي أنت تحدث عنها الآن والله ما يترك هله يروح يا رجل ما وتلقاه ما تغيب الشمس اللي هو عندهم وتعالوا حولي يذبحونه قدام زوجته وبزرانه ويأخذون حلاله وش اشتري يا أخي البادية بندقة وحالة حالة والحاضرة في هالحوامي الجدران يحطون جدران على حماية ديرتهم الله يرحمه شيبان من أول يقول والله يذبحك عشان ثوبك هي بالله ما فيك كلام ثوبك ما فيك كلام من أول والله أني أذكرها